اوكي هلاو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. احنا حبايبنا مثل ما انتم شايفين اليوم نزل سكن جديد، حدث جديد، عجله نصيب شباب، شيء كله جديد شباب حبايبنا والله. اوكي قبل ما نبدا مقطع حبايبنا الكرام، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى الناس، ولا تنسونا باللايكاتكم وشيراتكم. اذا مش مشترك انزل لتحت اشترك، لانك اذا ما اشتركت حبيبي والله راح ابوسك. اوكي خلينا نجرب شباب، ندخل على الحدث شباب، راح اطول عليكم اكثر من هيك. ندخل لهون المعلم، شوف الاوضاع، شوف ما في بهذا الحدث حبيبنا. طبعا شباب هذا العجله تمام، اول مره بتشوف هيك حدث حبايبنا. في شيء جديد تمام، عندنا هون اختر مكافاه مضمونه تمام. كلها خنس مضمون معلم دائما لا 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 يا سيب، شو عندنا يا شباب؟ يعني في حدا باللعبه شباب ما عنده كلها خنس حبيبي والله؟ يلا نعمل تاكيد، اخذ الخمس بطاقات الحاضنه تمام. اوكي طبعا هذا يعني ليش بسمونه عجله النصيب يا اخي؟ مثل متجر الهاكر او ايش هي؟ نفس الشباب نفس الشيء. اوكي خلينا نشوف حظنا حبايبنا. اوكي عندنا هون اول لفه الشباب عليها، شو اول لفه عليها؟ التخفيض شباب 20%، كفو 7 جواهر شباب. تعالوا نشوف حظنا معلم، يلا جو. اضغط هون، اضغط يا جميل. لا عشان المهنيه ترى بطلعنا باول لفه ولا لا؟ ما في يا شباب والله العظيم، دائما دائما شباب دائما حظنا لازم يكون دائما اخر شيء. مره مرتين ثلاثه طلعت شباب من اول لفه، ولا مره تعرفوا من اول ما بلشت اللعبه لحد الان شباب، ولا مره طلع لي اي سكين باول لفه. اشتهيت شيء نهار، ولا تخفيضات لحد الان موجود شباب. هات نشوف والله في تخفيض كمان بيضة. ها اول ثلاث لفات حبايبنا عليهم تخفيض، يعني اللي طلع له السكين من اول ثلاث لفات الف مبروك عليك حبيبي والله. اوكي لفه ثانيه شباب هي ب 100 جوهر، هات لنشوف. هزمه الليل الحاس، اوكي ايش هذا؟ هي حزام الليل، هي شو ها؟ هي شنطه كمان حبيبنا، خلينا لازم نشوفها بعد شوي كمان. يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي ايش الحظ معلم يا اخي؟ شو هذا؟ شو هذا شباب؟ شو هذا؟ شو هذا؟ شو هذا؟ نروح نشوف. هي ان شاء الله اخر يا زلمه، يعني والله شيء كثير ولو. يلا روح، يلا استنوا شوي. سألوا في شيء، شوف في طلع لنا هون شيء شباب. الحصول حبيبي والله معلم، يلا هذا جيب السكين معلم، ليتس جو. يا سلام عليك. اوكي حبيبي هيك بكون جبنا السكين يا اساطير، ونفس الوقت هيك حبيت افرجيكم هاي الحزام. يا اخي كنت دورت عليه، فكرت حقيبه يا شباب، لا طلع بالاخر طلع دلاجه. اوكي معلم حبيبي والله. هلا يا شباب خلينا ندخل على الشخصيه يا شباب، ندخل هنا طبعا شباب. لا حدا يشوف المحارب الشرير، ولا حدا يشوف لنا اشياء ولا اسم ولا سكين علم. اللي كان باللايف بيكون باللايف هذا بيفهموا هذا الامر حبايبنا. اوكي خلينا نفتح السكين نشوف الوضع على السكين هذا الجديد حبايبنا. حبيبي والله يا بوي يا سلام، طولي بالك شباب، طولي بالكم طولي بالكم. شو هذا؟ خلينا ندخل، لا ندخل على الخزنه معلم، نشوف السكين واحده واحده. اوكي عندنا هذا التاج شباب برايي، ثواني شوي. لا حرام هذا التاج معلم، شو وضعه هذا معلم؟ شو نستفاد منه هذا التاج يا اخي؟ والله هذا التاج معلم حبيبي والله خرب الوضع هذا التاج معلم. اوكي عندنا هذا القناع شباب، هذا قناع كورونا معلم، مشان فهمتوا علي؟ مشان يحميكم من لما تدخلوا الجيم، تدخلوا من على القرب يحميكم من الوضع، فهمتوا علي كيف حبيبي والله. اللي بعده شباب الجسم، هات لنشوف الجسم هذا. يا سلام عليك. طبعا شباب هذا الشيء هذا السكين، ركزوا معي كيف، ركزوا معي ركزوا معي ركزوا معي، فيه خاصية انك تخفي حقيبة الظهر يا شباب. يعني هذا الشيء شباب ما راح يعني صراحة الافكت تبعه حلو كثير، بس ولكن اذا عندكم حقيبة شباب ما بيأثر عليه، تقدروا تشيلوها وتحطوها مثل ما بدكم، فهمتوا علي كيف؟ اوكي بالنسبة بس نشوف البنطال كيف شكله شباب، هيك لما نحط شيء ثاني عليه. والله الصراحة شباب كمان البنطال ما يشبه شيء كمان، يعني مو هالبنطال اللي راح يكون كبير ولا صغير، لا طالع حلو، يعني نفس تصميم تقريبا نفس الجسم تبع البنطال الجاز والى اخره، فهمت علي كيف؟ بالنسبه للحذاء، الحذاء معلم بحسسك انك بدك تطير يا زلمه هالحذاء حبيبي والله. بالنسبه لاسم السكين كامل يا شباب، شو اسم السكين؟ خلينا نشوفه معلم. شو ها؟ فلاكسي التقني، فلاكسي التقني. اوكي انضم الى القتال، كن الأسطورة. نعم خلينا ننضم للقتال وخلينا نكون الاسطوره. طبعا شباب دائما بالعادات بنجرب هذا السكين شباب، هذا خلينا نجربه بشي جيم رانكد شباب. خلينا ندخل الجيم هيك معلم، رانكد هيك على السريع شباب، نشوف نجرب السكين ندخل بالرانكد شباب، نعمل شو الجيم بس. ولكن ايه حبيبي والله شباب شوفوا فوق يا زلمه، الانتظار دقيقه
وثلاث ثواني. لا 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 هيك كتير معلم، هيك كتير ما يمشي الحال. تعالوا تعالوا خلينا ندخل تدريب شباب، لأن الرنك الشباب تعرفوا الأيام اللي في الأيام الأخيرة شباب. خلوها بالقلب تجرح أحسن حبيبي والله. أوكي أوكي حبيبي، مثل ما أنتم شايفين شباب هذا السكين طبعاً معلم. والله حاسس إنه سريع هذا، ما بعرف ليش حاسس إنه إحساسي بهذا السكين إنه هذا الشيء اللي ورا معلم بحسسك إنه سريع السكين، أقسم بالله ما بعرف ليش هيك والله غريب ما بعرف. اوكي خلص شباب ناخذ شي سلاح ولا معلم نصبح على جماعه التدريب. نطلع هذا البربر معلم، ندخل بربر ونشوف اللي بربر شايف كيف طالع من ورا كمان حبيبي والله. لا انا حاطط لا مو قاسي معلم، هذا القاسي لا لان القاسي كمان كان لونه هيك. البربر معلم اثنين بربر من ورا حبيبي والله. يلا ندخل شباب نجرب السكين نشوف شو وضعه معلم. قول كريمينال كريمينال علوبي علوبي كريمينال علوبي علوبي. يعني شباب والله صراحة ما اشبه شي هالسكين. اوكي بس هذا هي 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 اللي هي شعر فوق راسه شباب، هي هي زعجتني اقسم بالله يا اخي. تعال هون كريمينال، تعال 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 كريمينال تعال علوبي كريمينال. هذا شباب يلا فوتوا الحشكة بيتك يا زلمة. ابلع ابلع علوبي. معك المحارب الشرير يا صديقي، انا هو المحارب الشرير. وال حرام يموت يا الله موت ولا علوبي. يا السلام عليك والله شاب الصراحه هذا الراس لا 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 هيك ما اتفقنا معلم، هيك ما اتفقنا معلم، هيك ما اتفقنا حبيبي. ولا 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 يا اخي هدول هدول ما يموتوا يا اخي. هذا مرفوض الكريمينال 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 معلم. حرامات يا الزلمه قتلنا الكريمينال معلم. سواء شباب الصراحه شباب لازم 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 اغير، لازم اعمل تعديل للسكين شباب ضروري ضروري شباب، هيك ما راح يمشي الحال ابدا. لازم ادخل اعمل تعديل للسكين بشكل سريع شباب. بعرف منكم كثير بدكم يعني نعمل حط هذا التعديل معلم بسرعه، تعديل سريع معلم. ايه ها ها او هيك مثلا، هيك كمان طالع حلو، او هيك كمان معلم. ها نغير شوي الوضع معلم، هيك هلا صار سكين معلم باللوز معلم حبيبي والله. اوكي الاكستنشن حبايبنا الكرام، هيك بكون تم مقطعنا اليوم حبايبنا. ان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع، ان شاء الله يعني عجبكم المقطع واعطونا تقييمكم للسكين حبايبنا تحت التعليقات. نلتقي ان شاء الله باذن الله تعالى شباب بالبث المباشر مساء على الفيسبوك فيسبوك ليش بقول فيسبوك ما بعرف يا اخي. فيسبوك حبايبنا الروابط راح تكون تحت بالوصف حبايبنا، تنسوا تتركوا عنا بالانستغرام تابعونا بالانستغرام شباب، قريبا راح يوصلنا الكودات حبايبنا ونوزع لكم اياها نحط لكم اياها بالستوري الانستغرام باذن الله تعالى. اوكي حبايبنا بنشوفكم على خير، يومكم سعيد، سلام عليكم باي.